استقبلت محافظة أسوان أول رحلة طيران سياحية شارتر قادمة مباشرة من مطار مدريد الإسباني إلى مطار أسوان الدولي، ذلك بعد التوقف 9 سنوات. ضمت الرحلة 180 سائحا إسبانيا، وذلك ضمن رحلات الشارتر المنتظمة أسبوعيا بين أسوان ومدريد من الآن وحتى 28 من نوفمبر المقبل. عبر الهاتف من أسوان معنا الأستاذة إيمان كامل إسحاق، الخبيرة السياحية وصاحبة الشركة المستضيفة. أحييك أستاذة إيمان، أهلا بك. ماذا يعني للسياحة المصرية عودة رحلات شارتر مرة أخرى بشكل منتظم بعد 9 سنوات من التوقف؟ طبعا انا هو يعتبر حدث كبير بالنسبه لنا، بالنسبه للسياحه في اسوان بوجه عام. طبعا ان توقف الشاطرات من بعد الثوره والى الان، طبعا ورجوعها مره اخرى، ده بيبشر بان في بالعدد ده كله بيبشر بان احنا في موسم سياحي ضخم جدا. وبنقول النهارده ان الشارتر ده جاي من مدريد الى اسوان، ويعتبر اول شارتر بعد مده التوقف، وبيحمل حوالي 171 سائح اسباني. ويعتبر السياحه الاسبانيه من السياحه المهمه في اسوان بصفه عامه. هل أعددتم برنامج مناسب خاصة لهذا الحدث، عودة الشارتر بعد 9 سنوات من التوقف، لجذب المزيد من السياح؟ طبعا ليهم برنامج، وهو عبارة عن مزارات في أسوان. بنزور في أسوان معبد فيلة ومعبد أبو سمبل والمسلة الناقصة والسد العالي. وهناك برضو برنامج لاستقبال السياحة بشركة محافظة أسوان، وكان بتلبية من السيد المحافظ، وقام باستقبالهم استقبال جيد في المطار بالطبل والزمر البلدي وبالورود، وعبرنا عن فرحة الشعب الأسواني كله، لأن الشعب الأسواني اعتمادا كليا على السياحة بالنسبة لاقتصاد أسوان. عظيم جدا، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا أستاذة إيمان كامل إسحاق، الخبيرة السياحية وصاحبة الشركة المستضيفة للوفد.